تقدم عسكري أحرزته المقاومة الشعبية في مدينة تعز على المحورين الجنوبي والغربي. ففي المحور الجنوبي دحرت المقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الراهدة، وأصبحت تتحكم بمواقع عسكرية استراتيجية. المقاومة الجنوبية اليوم نحن في مسيمير، باقينا قليل ولحظات إن شاء الله سوف نوصل الحوبان والشريقة، والآن الاشتباكات مستمرة من قبل المقاومة الجنوبية وشباب الجنوب، ونحن مستعدين للمواجهات حتى نوصل إن شاء الله تعز ونساند أخواننا أبناء تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وصامدون صامدون. التعزيزات العسكرية الكبيرة بالإضافة إلى كاسحات الألغام ساهمت بالتقدم في المحور الجنوبي، وكان لها الأثر الأكبر على المحور الغربي، إذ سيطرت المقاومة الشعبية على مركز بلدة الوازعية وبدأت بملاحقة ميليشيات الحوثي وصالح في المناطق الجبلية المحيطة. وتشارك في هذه العمليات القوات السودانية انطلاقا من محافظة لحج المجاورة، بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية وصفت بالضخمة لدعم المقاومة وقوات التحالف لاستعادة مدينة تعز من أيدي الميليشيات.